هلا شباب، شلونكم؟ عين شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. تحياتي لكم. اليوم المقطع من يم الحبريات، وشوف شنو اللي تصير، احداث جديده. بس قبل كل شيء شباب، خلونا لايك وشوفوا هاي المفاجاه. اذا خليتوا لايك، تعالوا شوفوا هاي الشغله. هاي الطيره مال الولد ابو اللي فيه، صار ثالث مره ترجع يمي. تمام، اول مره انطيت هي، ثاني مرة انطيت هي، تعالوا ليش بس صبري دقيقة، هاني ثاني مرة انطيت هي. من اجاني ثاني مرة الولد قال لي عمي امجد، اذا تجي بعد يمك الطائرة لا تخابرني عليها، ما اريدها، هاي ام ريشتين مشروقة، وانا من البداية عيني عليها. يعني طائرة حلوة ودا ترجع علي، صار اكثر من مرة، فراح نبقيها انه. وطبعا بعد يعني ما الولد يعني عنده معلومه بالموضوع، هم يشوف القناه، وهو قال لي اذا جتك بعد مره طيرة ما اريدها، وهاي المره الثالثه صارت تبقى على فت فحل، تبقى على هذا الفحل. شوفوا هذا الفحل، خليته تقع كتفه شباب، تقع بكتفه، خليها تقع عيني. ليه الشباب؟ لان هذا الطير البارحة مبيت ورجع الصبح وده يهوش، ما اعرف شو الموضوع. المهم فصبغته بلون مميز حتى نزوجه على هاي الطيرة وما يكون خاطرة الا طيب. طبعا هاي الطيرة ما راح اقصها ولا اهلسها ولا هاي، هيا تشوفوها شباب، هيا لا راح اهلسها ولا اقصها ولا هالامور هاي، نطيرها يمنا والله يسهل. هسه خلي نفتح الحبريات. شباب اللي ما تعلقون نهائيا، المتابعين بصمت شوي اليوم، اشتغلوا المقاطع خلي تصعد. ترى والله يعني ما اعرف شنو. هلا هلا بينا. شيء من هنا ما طالع مطعم، تعال وليش هاي العيمة هنا، بس احنا شو نسوي بالهاي؟ حتى هاي البصفر مش طالع. يلا وش لكم بقيت اصلا؟ هاي البصفر راحت ورجعت ثاني يوم، ايش عندنا عمي؟ هيك مبقي هاي البصفر، قلت بلكي طيارة تزوج لها فحل، يشيلها فحل، ثبت لها فحل، اصلا ما تزوج، فبقيت هيك. شوف ما شاء الله جنح الطيور كلش حلو شباب، للامانه يعني جناحين كلش راقي ومطيار حلو. على قلهن رايح هاي الحبريات شباب، بين الأربعة هم خبطن وياهن، أسرع يا خبطن، طبن بيهن، يلا 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 يلا، معلقين هنا الراية، نسحب كرسينا، ما مسوي قلاص شاي والله، لو مسوي لي شاي، والله شباب شغل ماكو، قاعدين وساكتين كفلكم الله. السوق واقع، وكل العالم اللي يعني عنده محلات وعنده هالترتيب تعرف ان السوق كلش واقع. فيوم اروح للمحل، يوم اخويا يروح، فبيوم اللي ما دا اروح جاي اصور لكم. واحد لو مشتغل بشهادته ولا قله تعيينه هو احسن له. يلا ايش يسوي، الحمد لله على كل حال. هذه الطيور لا شادة لش... والله ما شنو هاي قباص وعدت، يعني احنا شنو مو هاي طيور همين. حلو بطيور لاي، طيور لاي نص طيوري يعني عددها قليل، و يا
يعني شباب مجرد ان يفتحها قبل تصعد، دوري تصعد بس مو نفس الصعد اللي يعني انت. والله شباب هالثاني بذا راح انتبه علف حله. اي التور خلصت خلصت صراحة يعني، شبقة بيها شباب انقسمت نصين. اذا كلش كلش يمكن راح اشيل الحلة مالتها، هاوف على وده وخلي تولج قد يريدين نضيع على بعد 10 15، خلي يبقى 60 طير 50 طير معدة، وهاش نسوي هاي سنة الحياة. نشوف القرافل مفقس مفقس. طبعا القرافل كما تدرون او ناسين بلغتكم انا بيض هالمشهد شلته، خليت لهن بيض مال الزيرة وفحلها الثاني. والله يعني قريب التفقيس اتصور. اي هذا منقر، شوفوا شباب هاي منقر البيضة. انا جيت بالموعد الصحيح. يلا شباب راح ملوديكم جماعة القرافل، اريد هيش طير هيش هيش طير هذا الفحل هيش يكون الغود و يعني طير وهي طير مراقة اللي عندي، بس من قارة طايح الله حظيش من قارة، بس من قارة عجز الفحل يخبل شباب، يخبل الفحل مواصفاته فول، حزامه فول، عبالي ان قالنا هيش طيرة. طبعا هاي البراجة فارغة حاليا شوية فترة ونرجع نرتب غير الترتيب. او هاي المساكي مسكي زوجة هذا الشذري، والمسكي لا فحل ذاك سنطيرهن. اخويا قال خليهن نسويهن بالفكة مال الزاجل، نخليهن تنوالة دبن على المسرح يطقطقن. قلت له بكيفك يعني، مني قبل لا تجي الزواجين دبل هنا على المحطاب. اي شباب طبعا حاطن التور، بس جايب لكم فد شغله طبعا ناشر عليها قبل. شوف هاي الطيره تيتي توجعت عندي، عندي يعني عندي هواي طيور هيجي توجعنا بهالطريقه ووقعن ما لحقت عليها. ف طاحت بشارع فلسطين مو البارحة والله يعني قبل 4 أيام. فأنا هذا العلاج مستخدم أخذه من مكتب الفضل، سعر مناسب شباب 10,000 دينار. طقوا له صورة عيني، طقوا له صورة 10,000 دينار. هاي كبسولته هيك تصير بهالطريقة، لا ناقة ولا جمل شباب، ما لي علاقة بالموضوع. الله يسهل امركم وامر الجميع. هاي حباية تشوفوها شباب، اللي يريد من يمه يروح ياخذ الباكيت او العلبة بيها 120 حباية ب10,000. ما اقول لكم مال شنو هذا شباب، بس فضل من الله يعني اي طير يصير عندي بيشي ينطي حباية من هذا او حباية ثاني يوم طيب تلقى كل شيء. ما اقول لكم مال شنو هو هذا، كنكر كوكسيديا يمكن هيك شيء ما اعرف، يعني شغلات داخليه مال امعاء ومعده. بس فضل من الله يعني ما ادري، ده يشتغل بس يمي يشتغل يم الجميع. والله شباب اي طياره يعني تصير فت حاله بيها فحل يعوش يقوم ما ياكل ريحه حلقه تكرمون مو تمام، هالامور هاي ابلع وحده، واذا حالته قويه ابلع وحده وافتح وحده بحلقه. ثاني يوم اجي القى لوز اللوز كل شيء ما بيه. جربوها ب10,000 دينار، اشتروها وخلوها يمكم. اذا قعدت لكم طيرين انتم المستفادين. وانا اقول لكم يعني مشكله بي يعني، يعني احكي لكم العدل. شوف هاي الطيره من اجتني مال فاروق خان، ها شوفوها جت منتهية شباب، شلون طيرة هاي منتهية جت. البارحة أول البارحة حباية، البارحة حباية، اليوم الأمور مختلفة. هسه راح أمشي عندي كم تك على حباية حباية، إن شاء الله الأمور تختلف شباب.
الطيور مال سباق خطيه ذني كل يوم بمكان. هسه ثبتتن هنا، هاي طابق 10 زواج هنا، حتى اللي كانن بالخانات شلتهن جبتهن هنا طبقت 10 زواج هنا. تمام، راح اسويهن فد 13 14 زوج هنا، لان نزق من يمهن. شوف ايش يطلع عن طير مني. شوف شباب، نزلت شويه جوا يوم هذا البلبل مالي، طلعته برا قلبها للدنيا تارك، وبلبل ينتظر النخله ذاك وينه، واحد يغرد للثاني. هاي شوف والله ينزل. شوفوا شباب، هذا البلبل رجع يمه، بلبل ما ادري اثنين يمه، والله ما ادري. اه اثنين يمه، بابا اثنين يمه، ما ادري مالتنا نسي وذن فحل، ما ادري مالتنا فحل وذن انتاية. شباب طبعا عفت البلابول، صعدت هاي المجموعة هسه اللي طبقتها، ان شاء الله خلي ننتج منها دور الجلدة، اضافة الى كم زوج دابولة على كم زوج فيروز على طيرتين تيجي هاي طفرت وبعد طيرة جواها، يعني خلينا كم زوج هنا ذني ننتج منهن. ويتلها الماي اكل الطيرة اللي لزمتها اللي بيها رقم تليفون ذيك عفتها مشكولة ذبيتها، خلي تزوج لها فحل. هاي تشوفوها سدت على هاي التريشة وبرقمها، نطيرها مرة مرتين، خافت تروح جوز ترجع لراعيها، جوز يصيد احد يخابره، لانه هو قال لي الولد يعني قال لي لا تخابرني بعد عليها رحم الله والدي. بس هي قسمتي ثلاث مرات جتي هنا شدنا طلعنا طيور زاوجة ثلاث ارباع. هذا البنات الزبيري شوية هم سمنانات، بس انا طلعت عشان فاضي والله ممتع كلها طالعات شباب. طلع عيني طلعت شوية شمسين بيضة سوت شغلة بيها حاب، والله ما اعرف ذني طيور من نفسين، ما اعرف شنو موضوعهن ما ادري، ولا سوى شغلة براسها حب. ونسنا عليها كم يوم بعرانها بالاخير ابضاع كلها. شو ما اسولفكم، الجو اليوم حار والله شباب، حارة اليوم، الشمس قوية والاجواء حارة. خليني شوية يلعبين يقموا زين يسوون حركة. واحد راح ورجع ثاني يوم صورت لكم اياه، فتحت خليت العلامة بجنحه حتى اميز. الزبيريات ثابتات على العهد وما ضاعن، لا الفدية بس ودمي رحم الله وديها ما قصرت. طيرة مال راشدية، والله بطل عمي طيور راشدية، بطل اصباع طيور راشدية، هاي موجودات همين. الطويرنية وفحلة همين ما ضاعن، يعني لاني خمسة ستة انا يعني مكملين على طيور لكن ما ضاعن. طيارة مال البلديات ما ضاعت. وهسه من بدا يعني هاي صار كم يوم شوية جاي افتحن شوية اخرت من الشمس، يطلعن يطبن يتكافزن يطيرن، اذا بيض نسيت بيض انزقن طلعن حلق من يمين. إذا وجبة تسوى، إذا لا والله قليلات، لا والله ما زق. شوفوا شباب هاي الطيارة جاتها، قامت تصعد تنزل مشكولة طبعا، وطيرت لأني كمتك طيارات. هاي جت الطيارة يفارن عليها اللي بحلة، هسه طارت حطت هنا ونزلت، بس هي مأمنة شباب، يعني في على شي مأمنة. راحوا في يوم الثلاثاء بلكي تزوجي لها فحل، عاد نبقيها على الفحل اللي تزوجها.
لان طائرات تقريبا 15-18. شوف شباب هسه بس فارة تلف حلة راح تنزل علينا، بس هي ما طول شباب صار يعني ثلاث مرات، يعني هاي ثالثة ترجع، يعني طيارة معينة هنا أنا. وإلا كان ليش بس يمراعيها ويمي كان أصلا طلعت بوجهها، كان لزمها غير واحد، ليش ترجع هنا أنا قبل؟ هي هاي الطيارة لو من مالاتي وضايعة وأنا ما أدري بيها، تمام؟ لو يعني الولد مشتريها وعينت يمي بعد، لأن هو الولد قال جابها من ديالة مدري مين، والله ما أعرف. فمات ما تعرف شغلتها شيء. نزل هذا الفحل. انظر هذا الزبير يطلع فرخاته يكملن حتى نخرجني، نشوف ايش راح يطلع من هذين والله. هذين الفرختين مخربطات، ما ادري شنو ماخذات لون الفحل على بدون كعكوله، ما اعرف. بس هو لا بطيار ولا ام طيار، خوش طيار الام، هاي كراش شتري طياره درجه اولى، هاي لو عزلب يعني طير حاله حاله طيور سباق، بس ما تفيد، ما يدخلوا بالسباق لان شتري ممنوع من السباقات قوانين. اللي هذا الزبير والله البسود هم قاوم مع يعني بدون طيره ما زاوج. ومرات طير صح ما صيت شباب، بس يثبت جداره. يلا شباب عيني وصلنا لنهاية المقطع، خلونا لايك خلونا تعليق، وان شاء الله نلتقي بفيديو ثاني، وتحياتي لكم شباب.